اهلا بكم من جديد وبرحب بكل اللي انضموا لمتابعه حضره المساء في هذه الامسيه التي تتنسم دائما فيها هواء وذكرى الهجره النبويه الشريفه والرحمه والمغفره للفنان الكبير حمد الريح على هذا اللحن العظيم والتحيه لعصام محمد نور. بالتأكيد الفن واحد من الأشياء اللي ممكن تؤثر في المجتمع من ناحية سلبية، تعالج كثير جدا من القضايا والمشكلات اللي بتتعلق بالجرائم بالمخدرات بغيرها من المشكلات اللي بتسبب إشكاليات أمنية كبيرة جدا في المجتمعات. واحدة من المشكلات الكبيرة جدا هي مشكلة الانتهاكات التي تحدث فيما يتعلق بانتهاكات القانون، الجرائم المتعددة والمختلفة اللي دائما بتكون في أوقات السيولة. اليوم أتكلم مما يتعلق بالانتهاكات اللي بتتم على مستوى القوانين والإشكاليات الخاصة بالمشكلات الأمنية المتلاحقة. حتكون معنا ونرحب معنا بالأستاذة رحاب مبارك سيد أحمد المحامية. أستاذة رحاب مساء الخير. مساء النور عليكم. مساء النور عليكم. مساء الخير عليك. الله يخليك. أستاذة رحاب، بداية أصبح القتل والتحرش والاغتصاب وكثير من الجرائم منتشرة بصورة كبيرة جدا جدا، عايزينك مع بعض نعرف المشاهدين بالانتهاكات اللي بتكون انتهاكات مختلفة والجرائم. للأسف يعني انتشار الجرائم دي في الفترة الأخيرة بقى عنده ارتباط في القوات الأمنية، ودي أكثر حاجة مؤسفة، لأنه يعني المؤسسات المنظمة حفظ الأمن والسلام في البلد ومقاومة الجرائم هي الآن أصبحت المتسبب الرئيسي فيها. وانتشار الجرائم دي في الفترة الأخيرة عنده ارتباط بالحراك الأسبوعي اللي بيقوم في السودان عموما في الولايات وفي الخرطوم، والكل يعلم المسيرات الأسبوعية والنصف أسبوعية اللي تقوم بها المجموعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة بتطالب فيها في بالحكم المدني الديمقراطي الرشيد. أثناء المواكب دي بتحصل الانتهاكات اللي هي القتل والسحل والنهب والتحرش والاغتصاب، ده طبعا غير حيات تانية زي الإخفاء القسري والاعتقالات الغير مشروعة. دي كلها بتكون في الدائرة بتاع منطقة شروني وما حوالينا. فنحن للأسف بعد انتهاء المسيرات دي بنتفاجأ بشكل جرائم فظيعة يعني بترتكب في حق الشعب السوداني. بالأمس اللي أنا ذكرت عليك، فالتحرش والاغتصاب تحديدا فيما يخص جنس البنات، القصد منه أنه يعني يحاولوا يقلوا حركتهم في الحراك ويمنعوهم بأنه يحاولوا يكسروا الشوكة بوصمة العار، نفس الكلام بالنسبة للأولاد. والتحرش هنا في السودان للأسف بيتم بالنسبة للأولاد والبنات، لكن ارتباطه أكثر بالبنات. بالنسبة للأولاد بيحصل لهم التعنيف الجسماني، بيغتصبوهم عديل. نعم. طيب قانونيا يعني انت الان طبعا الحديث انت محاميه، فاكيد بتكون على في المحاكم عندكم مثلا قضايا مطروحه بهذا النوع، عندكم ادله وبراهين تقدم للمحكمه ويتم الفصل فيها. هل ما ذكرتيه من معلومات يستند على يعني حديث يتعلق بمعلومات رسميه من وكلاء نيابه من محاكم تم الفصل في مثل هذه القضايا، ام هو حديث يشبه الاتهامات؟ نحن كقانونيين ما بيجوز لنا يعني نرمي اتهامات ما لم تكن حقائق ماسله، لانه نحن بنتكلم عن وقائع مجتمعيه ولازم يكون عندها ارتباط بالوقائع حقت الادله والبراهين. كل اللي ذكرته هو حقائق حقيقيه موجوده ببلاغات موجوده في النيابه مفتوحه، اصحابها موجودين حقيقه وبشهوده والى اخره. ولكن للاسف مثل هذه البلاغات لا ترى النور فيما يخص المحاكمات لوضع الشذ والجذب الموجود، خصوصا انه نحن بنشتكي الشرطه للشرطه. فنحن الناس اللي بنشتكيهم منو بنشتكي؟
البلاغات عادة بترفع من المنسوبين الشرطة اللي بيتبعوا الاحتياط المركزي تحديدا أبو طيرة. دل الناس المتخصصين في فضل المواكب والشغب، دل هم اللي بتقدر منهم الانتهاكات. دعم. لما نحن بنشتكيهم بنشتكيه لنفس الشرطة، اي نعم هي عبر النيابة لكن لنفس الشرطة، وهي الشرطة اللي هي بوليس الشرطة بتمشي الإجراءات حقت التحري، والزول يمسل وممكن هي أو هو يجي بتقريره الطبي وبالأورنيج وبالشهود ويوضح محل اعتقاله ومحل الانتهاك اللي حصل له وكل شيء، ممكن يبين عديل شكل الشخص اللي حصل منه الكلام ده، لكن للأسف لا تضاعف مكان البتة، يعني ما بنمشي لمحاكمات. طيب يا أستاذ رحاب، هنا الجريمة موجودة كقتل وتحرش واغتصاب، كذلك عندنا جرائم العابرة الحدودية كقسل الأموال المخدرات وجرائم الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المختلفة، عايزينك برضو كمان نتطرق للجانب ده. طيب الجرائم دي أصلا في جانب منها قديم موجود يعني منذ الأزل، وفي جانب منها مستحدث أخذ أشكال تانية جديدة. الجرائم العابرة الحدود زي المخدرات أصلا موجود، نعم، لكن ما كان بالتقنين الموجود حاليا. أيوة أصبح بصورة صحيح حالية. يعني زمان كان ممكن يقوم من أشخاص يضبطوا في مطار يحصل كده وإلى آخره. نعم. نحن طبعا ما بنتكلم في المخدرات في النطاق الضيق أو المخدر البلدي ده، ما بنتكلم عنه ده لأنه أصلا ممكن يكون موجود في السودان وأي زول بيعرفه اللي هو مثلا زي مخدر البنجو دي ممكن يزرع في السودان في بيئاتنا ويكون متوفر، بالتالي نحن ما نقدر نقول عليه عابر للحدود. نعم. لكن الممكن نقول عليه عابر للحدود زي مخدر الشاشمندي والمخدر بتاع المخدرات دايس. المخدرات اللي بيقول عليها كيميكالز اللي هي زي الايس الكبتاجون حبوب الخرشه، دي كلها بتجي من برا، دي بنقدر نقول عليها دي من الجرائم العابره للحدود. دي زمان كان الناس يعني بتجيدها على استحياء، ما بتجدها بالقدر الموجود والمنتشر حاليا. برضو للاسف انتشار الجرائم دي عندها ارتباط بالضعف الامني الموجود في البلد، واغلب الحاجات دي بتجي عبر مصادر رسميه وعبر طيب مسؤولين يعني وسلطات. نعم هذا الجانب. طبعا هناك تبادل الاتهامات بين اطراف تتعلق بالسلطه واطراف ايضا مدنيه تتعلق بالاحزاب السياسيه، هم يعني الهم اصبح مشترك. الاحزاب السياسيه تقول بان قوات مثلا رسميه هي بتقوم ب من يقومون بالتصدير مثلا للمخدرات، لكن هناك ايضا الازمه السياسيه الراهنه بالبلاد. القوى العسكريه تقول انه الاحزاب السياسيه تسهم بقدر كبير جدا في ادخال المخدرات مثلا بالنسبه للشباب، الاشكالات السياسيه وغيرها يعني. طيب ما نحن نقول بالمنطق، من في يده الباور يدخل الحياه دي؟ سؤال، هل في حزب سياسي عنده الحق في انه والله يمشي مطار ويستخدم ويستورد له حاجه زي دي من غير مساءله؟ ده ما كلام وارد. حقيقه الامر وفي منذ النظام البائد كان في شحنات بتجي عبر ميناء بور السودان وتجي تصل الخرطوم، وما بيبقى في باور عليها فيما يخص الجمارك لانه بتتلقي هي بترجع لمسؤولين منذ النظام البائد. نفس التفاصيل دي حسي متكرره، يعني الكل سمع انه قبل فتره انه في شحنه جات وصلت وفي مشاهده ما بين الجمارك، شرطه الجمارك ونوع من الحركات في انها عاوزه تستلم الشحنه دي. طيب عاوزه تستلمها ليه؟ عشان ما توزعها وعشان تسترزق منها يعني. محامين الان صحيح؟ استاذه رحاب برضه نتكلم عن جانب الاتجار بالبشر وقتل الاموال كذلك. ايوه ايضا هذه الجريمه من الجرائم القديمه لكن تم استحداثها بوضع ثاني. نعم. زمان والسودان لانه بلد مفتوح صح وفيه يعني ومترامي الاطراف، وحدودنا في كثير من الاوقات مع بقيه الدول ما فيها حدود طبيعيه. نعم. رسميه زي الجبال والى اخره، ما فيها تضاريس. نعم. بتكون اغلبها صحاري والى اخره، فقابله انه الناس يتحركوا فيها زي منطقه زي حدودنا مع ليبيا، زي حدودنا مع تشاد، زي حدودنا مع اثيوبيا مع اريتريا. زمان فهم الاتجار انه مثلا دولتي اثيوبيا واريتريا كانوا بيعتبروا السودان منطقه بتاعت عبور يعبروا بها لمصر عشان ما تتقنن اوضاع معينه او لسفر لمناطق معينه بيعتقدوها هي قريبه للسودان، فكانوا عشان ما يعبروا لاسرائيل
او عشان ما يعني يصلوا البحر الابيض المتوسط تقريبا، فبيصلوا منطقه مصر. عشان ما يصلوا مصر لازم يجوا عبر السودان. السودانيين كانوا بيتاجروا في توصيل الاشخاص ديل من مناطقهم بطريقه طبعا الليجل غير شرعيه، ما فيها فيزا ما فيها جواز والى اخره، ينقلون يجيبون ياخذوا عليهم مبالغ. نعم دي في منطقه الشرق. نعم الجريمه دي الان اصبحت شبه معدومه او ما بالفهم القديم. ليه؟ لانه اصبح في حاجه ثانيه يعني اخطر منا واكثر اكثر اكثر يعني في مبالغ المال. نحن في فتره من الفترات تفاجأنا بانه في شركه من الشركات بتجند اشخاص اخذته عشان ما يمشوا ليبيا، ويتفاجئوا نازل في ليبيا انه ساقون عشان ما يحاربوا. طيب دور القوانين الوطنيه ودوركم انتم كمحامين من تفعيل القوانين الوطنيه الدوليه. صحيح. بعد ذاك بعد ما نازل اكتشفوا بقت في مخاطبات ما بين وزاره الخارجيه وما بين الخارجيه الليبيه في انه والله شكل العقود ما كان كده، شكل العقود لانه يمشي يعملوا عمل معين ما كان القصد في انه يمشي يحاربوا في منطقه معينه والى اخره. نعم. فالكلام ده برضه عنده ارتباط بالاجهزه الامنيه وبالنظام الموجود انذاك، هو موجود حتى الان في انه والله في فهم بتاع انه يعني ياخذوا اشخاص عشان ما يشتغلوا هناك بمواصفات حقت ارتزاق، ودي برضه من الجرائم العابره للحدود، وهي جريمه يعني بشعه والكل يعرف كمان في الفتره الاخيره كميه السودانيين ماتوا في مناطق شبيهه بسبب المال يعني ما اكثر، سواء كان في ليبيا او سواء كان في اليمن بسبب جراحات عميقه في انه هم استدروا لهم لامر نحن ما عندنا فيه ناقه ولا جانب. نعم الحلول لايقاف مثل هذه الممارسات والاشكاليات القوانين موجوده لكن تحتاج لمن يفعلها، والذي يريد تفعيل القوانين لابد ان يكون له الاراده الحقيقيه. الان من يخرق القوانين هو الشخص المفترض يعني هو زي ما بيقولوا يعني يطبق على اكمل وجه. فالقانون في اي حاجه نحن تكلمنا عنها عندها قانون، وقوانين رادعه وقويه جدا. يعني شوفي الشخص اللي بيجيبوه اللي بيمسكوه هو بتاجر بالمخدرات عقوبته ما بتقل عن 20 سنه. اذا كان الترويج سايء العقوبه له 15 سنه. فهي جرائم خطره جدا، جرائم صعبه وجرائم قوانينها باطشه وقويه. لكن وين الاراده في انه نحن السودان ده بقى منطبق عليه فهم؟ إذا ترك الشريفة أتركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. نحن هنا بيقبضوا في المخدرات الشباب اللي بيتعاطى ويتركوا الأشخاص اللي هم في الأساس بينشروا الكلام ده ويسترزقوا منه. نعم دي رسالة مهمة جدا. نعم. أستاذة رحاب مبارك سيد أحمد المحامية، لتسليط الضوء على عدد من القضايا المهمة تتعلق بالإنجاز البشر ومشكلات لدينا لقاءات وحلقات قادمة بمشيئة الله. شكرا لك كثير. شكرا لك. شكرا أستاذة رحاب. احنا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين.